السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله غادي نمشي ونشوفوا واحد المنزل اللي انتهينا منه هذه واحد المدة ديال 20 يوم حتى الشهر، لحد الآن مازال ما شفتوش صاحب المنزل. الله يجازيه بخير، عطاني المبلغ ديالي بالكامل. إن شاء الله دابا غادي نمشي ونشوفوا هذا المنزل هذا مجموعين باش تعرفوا. الحمد لله من فضل الله ثقة في الإخوان اللي كيديو العمل ديالهم، لان عارفين باللي غنجي موراهم غنشوف هذيك الخدمه هذيك، لذلك هما كيحاولوا يتقنوا الخدمه ديالهم الصالح ديالي انا. الحمد لله كاين واحد الثقه في الاخوان، الله يجازيهم بخير. وغادي تمشيو دابا تشوفوا بعينيكم. فلحد الان حتى انا مازال ما شفتش النتيجه النهائيه، يعني مباشره مني للمنزل، حتى غادي نشوفها معكم دابا. فيلا معايا فالاخوان. انا وصلت، هو المنزل امامي، غادي نحاول نقلب. فها هو المنزل كي كتشوفوا، مازال غادي نقربوا له ان شاء الله. فهو اكيد انكم تابعتوا التفاصيل ديال هذا المنزل. يلا نقربوا له ان شاء الله ونشوفوا. فما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى انا اول مره غادي نشوف معكم. الدعوه ساهره هنايا، فكي كتشوفوا درنا الالوان، اللون الابيض وهو الرمادي الفاتح والرمادي الداكن. فما شاء الله كي كتشوفوا جات رائعة ورائعة جدا. الحمد لله للإخوة، الله يجازيهم بالخير. حتى صاحب المنزل الله يجازيه بالخير، فهو يستاهل. فالحمد لله كاع الناس اللي كنخدموا معهم الحمد لله، يعني كدوز الأمور يعني بواحد، يعني كدوز الأمور جيدة فالحمد لله. فكي كتشوفوا الدعوة ساهرة هنا، يعني كاين الكالم، وحتى أنا كنهضر غير بلاتي. فشوفوا ما شاء الله درنا الرمادي الداكن في هذا المكان هذا، ودرنا الخطوط بالبيض، في حين أن في البيض درنا الخطوط باللون الأسود، فجات رائعة ورائعة جدا. خدمنا السطح الفوق، السطح الفوق كي كتشوفوا كي كيبان، فجات رائعة ورائعة جدا. هذه نسيت باش نذكركم أنها في مدينة تطوان، بالضبط الوقاية، حي الوقاية. فالحمد لله كل هذا من فضل الله. فكما كتشوفوا يعني حتى أنا مازال ما شفتش هذا المنزل هذا، يعني حتى شفتو معكم. فكل التفاصيل رائعة ورائعة جدا. كما تابعتوا معنا الإخوان فالحمد لله، يعني كل هذا من فضل الله، أنك تخلي النتيجة النهائية أنهم هما يتكلفوا بها وهما يخرجوا ويديوا الدوزان تاعهم، وأن صاحب المنزل يسرد لك أو يصيفط لك الفلوس ديالك بالكامل. فالحمد لله يعني كل هذا من فضل الله، فالحمد لله والشكر له. فكما شفتوا النتيجة معايا الإخوان، فالحمد لله جميع الأعمال ديالنا هكا، فالحمد لله كل هذا من فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله.